السلام عليكم. في مقابلة له مع محطة البي بي سي البريطانية، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الحكومة الشرعية لا تنوي تحرير العاصمة صنعاء، وإنما تحارب من أجل إجبار الحوثيين على التفاوض. التفاوض الذي قال عنه المبعوث الأممي المنتهية ولايته إسماعيل ولد شيخ إنه انتهى برفض الحوثيين التوقيع عليه. المقطع الذي ناقض فيه الإرياني تصريحات سابقة لقادة الشرعية والجيش الوطني منذ 3 سنوات أثار سخطاً واسعاً بين المتابعين والجنود الذين يقاتلون ويقتلون على أسوار صنعاء منذ بداية الحرب. لكن المقطع بحسب المراقبين قال الحقيقة المرة التي لا يجرؤ التحالف والشرعية قولها منذ فترة طويلة، وهي أنهما لا يسعيان لحسم المعركة وتحرير البلاد من الانقلابيين، وأن دماء المقاتلين التي تنزف كل يوم في جبهة التماس ليست سوى ورقة ابتزاز وكرت مؤقت يستخدمه التحالف للضغط على أطراف داخلية وخارجية ولإطالة أمد الحرب وحرمان اليمن من المضي نحو تأسيس دولة اتحادية قوية. ماذا عن الدماء الزكية؟ ماذا عن المدنيين الذين يسقطون كل يوم بنيران الحوثيين؟ ماذا عن الدولة التي يدمر الحوثيون آخر مؤسساتها الشكلية؟ هل كل هذا من أجل مفاوضات رفضها الحوثيون ابتداء؟ هل تصريحات الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس الأركان كلها تصريحات كاذبة منذ 3 سنوات؟ هل أظهرت زلة لسان الإرياني ما يوقن به أصحاب القرار في الشرعية والتحالف؟ وأخيراً، هل تحولت الشرعية من مظلة لاستعادة الدولة إلى مظلة لمشروع إقليمي ودولي لإغراق اليمن في الفوضى والاحتلال؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. لا حسم عسكرياً باتجاه صنعاء، هذا ما أكده وزير الإعلام الواجهة الإعلامية للحكومة الشرعية، ومن قلب عاصمة قائدة التحالف العربي المملكة السعودية، في لحظة يدفع فيها الجيش مكابدات ضخمة لاستعادة عاصمة البلاد التي تم إسقاطها بعملية مسلحة، ويتم الحديث عن حل سياسي بالنسبة لجماعة لا تتعاطى مع السياسة. عودة اسطوانة الحل السياسي إلى الواجهة جاءت في اللحظة التي انسد فيها الأفق السياسي، خصوصا بعد الشهادة التي أدلى بها إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، والتي أكد فيها أن ميليشيا الحوثي أفشلت مساعي وجهود السلام في اليمن. لم يقتصر الأمر على الخطاب الذي يتحدث عن الحل السياسي في اليمن، فعلى الظل تجري محادثات ومباحثات مباشرة وغير مباشرة لكنها غير معلنة، وتجري بتكتم شديد في كل من تونس وألمانيا. مراقبون يرجحون أن الاتحاد الأوروبي يقف خلف المحادثات التي تتم في ألمانيا بين ميليشيا الحوثي وأطراف سياسية، وهو ما يفسر الجولة الأخيرة لوفد من ميليشيا الحوثي إلى بعض العواصم الأوروبية. جولة وفد من ميليشيا الحوثي إلى دول أوروبية وحوار الظل الذي يتم برعاية ألمانية يشير إلى أن ثمة أشياء تحدث من تحت الطاولة في ظل مبعوث جديد بريطاني لم يجري حتى اللحظة تحركات متعلقة بالمفاوضات السياسية. متابعون يرون أن الحل السياسي أشبه باسطوانة مشروخة ترددها الشرعية والتحالف، وهناك حديث متزايد على أن التحالف العربي هو من يعرقل حسم المعركة في تعز وصنعاء بهدف إنجاز تسوية هشة تستعيد الصراع أكثر من استعادتها للدولة. الركود في الجانب العسكري يضاعف التكهنات التي يتم طرحها بخصوص الترتيبات السياسية والعسكرية التي تتم في الجنوب والشمال، وهي ترتيبات خارج سياق الدولة لكنها تعكس الخليط الحاصل مؤخرا بين الأوراق السياسية والعسكرية والاقتصادية، ويرعى التحالف العربي هذا الخليط الذي يفهمه الراسخون في السياسة والموانئ والسواحل. إذن مشاهدينا الكرام، بمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب السيد باسم الحاج المدافع عن حقوق الإنسان من جنيف، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وبداية، كيف تنظر إلى تصريحات وزير الإعلام التي أثارت جدلا واسعا بين أوساط المتابعين والناشطين للشأن اليمني؟ أولا أريد أن أقول أنه لا يوجد توجه ولا إرادة سياسية حقيقية وجادة لوضع حد للمأساة التي تعيشها اليمن، والتي أقحمت برعاية إقليمية ودولية لإنتاج وضع في اليمن لا يختلف عن
العراق وسوريا وليبيا، وهو وضع وهي حالة وهي أسوأ ثورة مضادة تشهدها المنطقة العربية. إن ما يحدث في اليمن بامتياز هو من أسوأ الثورات المضادة، كونها أجهضت ربيع اليمنيين وأحلامهم بثورتهم الوطنية اللي طمحت بإنتاج دولة وطنية ديمقراطية اتحادية. فالحديث عن استعادة التفاوضات من عدمه هو نوع مجرد استهلاك للوقت فقط، لكن المشروع المقرر والمدبر والمخطط لهذا البلد هو استمرار الحرب. نعم، لكن يعني من المستفيد من استمرار الحرب أستاذ باسم؟ إذا كانت يعني نعلم أن الشرعية لا يطالها شيء، التحالف هو يخسر كثيرا في هذه الحرب، يعني على الأقل ربما قليلا سنسمع أنه سيدخل كونه يعني منتهك لحقوق الإنسان في اليمن، لا نستبعد أن توضع عليه أي شروط أو أي عقوبات مستقبلا، خاصة والوضع الدولي غير مستقر مرة هنا ومرة هناك، فمن الذي سيستفيد من 3 سنوات استنزاف في هذه الحرب وربما تطول أكثر؟ هناك استنزاف حقيقي لليمنيين وتدمير لبنيتهم التحتية ولحياتهم ولمستقبلهم. وبالنسبة لما يحدث إقليميا أيضا القرار مخطوف منهم عبر مراكز القرار. الدول الكبرى هي من تتحكم بهذا القرار، هي التي لديها مصلحة من إدخال هذه المنطقة في حالة من التطييف والتدويل لقراراتها وانتزاع استقلالية قرارها السياسي المستقل الذي كان بدأ يتحقق عبر ثورات الربيع العربي. هذه البلدان الإقليمية بغض النظر عن تحالف أو إمارات أو إيران أو، لكن هناك دول كبرى هي صاحبة القرار الرئيسي، وهذه ليست الدول الإقليمية الأخرى مجرد أدوات بيد استعمار حديث يسلب اليمنيين بحرهم وميناءهم وثرواتهم ومستقبلهم. نعم، لكن أيضا يعني أعود إليك بالسؤال ذاته أستاذ باسم، يعني السعودية إن ظلت اليمن على ما هي عليه هي أول الخاسرين، يعني لا يمكن أن تستقر أوضاعها إذا ما تغولت الأوضاع في اليمن من ظهور ميليشيات مسلحة، الفقر، الجوع، كل ذلك ينعكس سلبا عليها كدولة جوار. أيضا العالم، العالم نعم العالم اقتصاديا هو يتأثر إذا ما ضربت مصالحه في الحدود البحرية، تعلم يعني كم تمر من صادرات العالم عبر ميناء باب المندب والمخا أيضا، يعني كل ذلك ألا يؤثر سلبا على العالم أن تظل هذه الدولة مضطربة بهذا الشكل؟ فيما يتعلق بالسعودية وتدخلها في الشأن السياسي اليمني هو أمر يتعارض مع المعقولية السياسية، لأنه بالطبيعي والمعقول أنه إذا هناك مخاوف من تمدد وتنامي لحركة حوثية من قبل السعودية. نعم عفوا عفوا الصوت الصوت أسمعك جيدا أنا، هل تسمعني؟ قطع الصوت، أعيد. نعم تفضل، ممكن تعيدي حديثك؟ نعم، أنت كنت تتحدث عن يعني أن السعودية هي في ظل يعني الأزمة التي تحدث هي متضررة، ولكن يعني تدخلها غير سياسي من وجهة نظرك. أنا أعتقد أنه على أثر انقلاب الحركة الحوثية والتي اتهمت الفضاء السياسي واتهمت أحلام اليمنيين واتهمت ثورتهم السلمية ونتائجها ومخرجات حوار الوطن الشامل، لكن التدخل المسلح سعر من الحرب وغذاها وأنتج حالة ملشنة داخل البلد، وأثر أيضا على السعودية وعلى معقولية التعاطي في الشارع في اليمن.
نعم المنطق الطبيعي أن السعودية كانت تستطيع أن تساعد اليمن ودول التحالف العربي والإقليم والعالم في وضع حد لدورات العنف في اليمن، كون نعم الحرب لا تغذي إلى حرب والعنف لا يغذي إلى عنف. هذا استنزاف لاقتصاد السعودية وتدخلها والتحالف بطابعه السني. نعم أستاذ باسم، نعم سنحاول التواصل بك من جديد أستاذ باسم، يبدو أن الاتصال قطع. أستاذ يعني كنا نتحدث في هذه الحلقة عن مدى إرادة التحالف العربي والحكومة الشرعية في حسم هذه المعركة، وهل الأمر أصبح الآن واضحا في سيرها نحو يعني حلول سياسية رغم التصريحات العديدة بفشل الحوارات والمفاوضات السابقة، وخاصة ما صرح به ولد الشيخ في يعني إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن أن من يعرقل المفاوضات هم الحوثيون، وأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على يعني خارطة طريق معقولة بالنسبة للجميع، ولكنهم رفضوها تماما. الحديث أيضا يدور حول اللقاء الذي أجري مع وزير الإعلام، والذي يتحدث فيه عن عدم اتخاذ قرار حسم المعركة عسكريا ولا مرة من المرات التي حدثت. إذا عودة إليك أستاذ باسم. أستاذ باسم، يعني هل تعتقد إذا أن التحالف والشرعية وصلوا إلى نتيجة أن الوضع لابد أن يحسم سياسيا لا عسكريا بعد كل هذا التخبط؟ أعتقد أنه لا توجد رؤية استشرافية للتعامل مع الشأن اليمني ولا فيما يتعلق بشأنهم الداخلي وسياستهم الخارجية. السياسة تبنى في بلداننا العربية للأسف خارج الاستشراف، خارج المعقولية السياسية، خارج العلم، خارج منطق واقعي وعلمي للمصالح أيضا. ولذلك كل ما يكون هناك من تدخل في سياق حماية لشأن داخلي أو تدافع من خطر خارجي لا يؤدي إلى دفع خطر خارجي ولا لحماية داخل. إنها سياسة خارج المعقولية السياسية، خارج العقل والمنطق والعلم. نعم، إذا يعني لا سياسة أو الحل السياسي معقول، وخاصة بعد كل الأحاديث التي تمت حول عدم قبول الحوثيين لا الجلوس لطاولة الحوار ولا حتى الوصول إلى اتفاق معين معهم، ولا حسمت المعركة عسكريا على الأرض أو حتى كسبوا شيئا يمكن الضغط على الحوثيين به، فبالتالي يعني إلى أين تجر حبال هذه المعركة؟ للأسف المشهد الوطني اليمني يعيد إنتاج بطريقته وبخصوصيته حالة عرقنة ثورنا، إنتاج المشهد في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، لكن كل بلد بخصوصيته. ما يحصل وأعتقد برعاية أيضا خارجية ومن الدول الأكثر تأثير في صناعة القرار والسياسة، أنه هناك توجه. نعم، إذا إلى أن يعود الاتصال بك أستاذ باسم ينضم معنا الصحفي خليل المليكي من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ خليل. 3 سنوات من الحرب بين الشرعية والانقلاب، برأيك هل ما زالت الحرب هي الطريق الوحيدة لإحلال السلام في اليمن؟ نعم، تحية لك أستاذ أسوان ولمشاهديكم الكرام. ما يحدث في اليمن هي نتيجة لانقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية كما هو معلوم، لكن ما زال هناك أمل كبير في أن يكون هو الحل عسكريا، لأن الميليشيا الحوثية لا يمكن أن تؤمن بأي طرق للحل السلمي، لأنها قد تم الحوار معها من قبل خلال الحوار الوطني والاتفاقيات الأخرى التي جاءت عقب ذلك. لكن ما يحدث الآن من تصريحات سياسية هنا وهناك ونتائج في الاجتماعات الدولية في الشأن اليمني يؤكد بأن هناك انتكاسة ستحدث إذا رضي السياسيون اليمنيون بما يصرح به بعض الوزراء وبما يحدث في الكواليس بالدفع نحو عجلة السلام.
نحن نعمل كيمنيين بأن يكون الحل هو عسكريا، لأن الميليشيا الحوثية لا تؤمن إلا بالسلاح الذي جاءت به، هي أتت بالسلاح ولا يمكن أن تخرج إلا بالسلاح. نعم، إذن لما يلجأ وزير يعد واجهة إعلامية للحكومة، ويعني أن ما يقوم به الجيش بالقول بأن ما يقوم به الجيش هو يعني ورقة فقط لإرغام الحوثيين على المفاوضات، يعني هل ما زال هناك أمل في هذه المفاوضات التي يعني لم تنتج أي شيء طوال المفاوضات السابقة التي مرت؟ لا يمكن ان نؤمل على هذه المفاوضات، لان الميليشيا الحوثيه تمتلك سلاح دوله باكمله. كان الوزير جاء برايه الشخصي، لان اليوم نائب رئيس الجمهوريه علي محسن الاحمر يصرح بان الحل لن يكون الا عسكريا عبر موقع عبر صفحتي في تويتر، بان الحل لن يكون الا عسكريا ضد الانقلاب، وان اليمنيين عبر الجيش الوطني سينتصرون ل قضيتهم. كان الوزير اليمني تكلم بعاطفة نعم كبيرة. لكن اسمح لي استاذ خليل، يعني هو لم يتحدث عن رأيه الشخصي، هو صرح وقال لأول مرة أتحدث بهذا الأمر، لم يتخذ قرار دخول صنعاء حتى الآن ولا مرة واحدة، يعني قالها بكل وضوح، لم يقل يعني أنا أشعر أو أتوقع، أو يعني كان أكيدا في معلوماته. لما يعني وهو ظهر بصفته يعني الرسمية وزير إعلام، يعني لا يعقل أن يعطي معلومات حسب رغباته أو إرادته، ما سر هذا التضارب بين يعني القيادات العسكرية في الميدان وأيضا تصريحات رئيس الجمهورية وما يقوله بعض الوزراء؟ نعم، هناك تضارب، لأن كلام الوزير ينافي كلام رئيس الجمهورية بأن الجيش الوطني سيدخل صنعاء وسينتظر القضية اليمنية العادلة. لا بد من مراجعة الحساب، ولا بد للوزير أن يوضح هذا. لكن اسمح لي أستاذ خليل، يعني الواقع يؤكد كلام الوزير، يعني حتى وإن لم نرغب بهذا الواقع، ولكن ما يحدث فعلا أنه لم يتم ولا مرة واحدة اتخاذ قرار حقيقي وفعلي لدخول صنعاء. نعم، هذا ما يحدث. وهناك كما تعلمين اجتماعات دولية بشأن الدفع بعجلة السلام أو ما يسمونه بهذا الكلام. نحن أمام ضغط دولي على الحكومة الشرعية لأن ترضخ للسلام، ويتحججون بأنه بالمدنيين في صنعاء، وهذا إذا تم بهذا القول فلن يكون إلا ما يرضاه المجتمع الدولي، وهذه حقيقة، وأمام اليمنيين عليهم أن يرضوا بها، وعليهم أن يؤمنوا بأن لا يكون إلا هناك إلا حل عبر طرق السلام، لأن الميليشيات الحوثية أصبحت يعني مع الأسف الشديد في المجتمع الدولي لها حضور كبير غير قوى الشرعية، وهذا ما شاهدناه في اجتماعات جنيف مع الصحفيين الذين يقومون بجهود جبارة يعني وجهود شخصية، يتكلمون بأن الحكومة الشرعية عبر وزارتها لم تقدم أي ملف بالشأن اليمني وبالانتهاكات اليمنية. هناك ضعف كبير بالسياسة الخارجية لدى الحكومة اليمنية. نعم، كونك صحفي أستاذ خليل وبالقرب من الميدان، يعني برأيك ما مدى تأثير هذه التصريحات على معنويات الجيش؟ يعني حين يقال بأن ما يحدث من تصريحات أو من ضغط على الحوثيين أو من إعلانات هي فقط لكسب مناطق جديدة فقط لأجل المفاوضات. نعم، هذا يحدث يعني خيبة أمل كبيرة لدى أفراد الجيش الوطني وفي الواقع المعاش، لكن على اليمنيين جميعا سواء كانوا عسكريين او مدنيين يؤمنون بهذا الشيء، بان المجتمع الدولي لن يرضى الا بان يكون هناك حل عبر حوار وطني شامل يجمع جميع الاطراف اليمنيه ويخرج بحل يرضي الجميع. لكن اللي يحدث هذا ما دامت ميليشيات الحوثيه تمتلك سلاح وتمتلك قوه وتمتلك الدوله. الصحفي خليل المليكي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ باسم. أستاذ باسم، إذا ما قلنا أن الحرب سيئة ومكلفة، يجب أيضا أن نصل للحل السياسي برأيك. يعني ربما أنت استمعت لتصريح ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، والذي وضح فيها يعني بكل صراحة أن من يعرقل الحلول السياسية هم الحوثيون برفضهم لكل المفاوضات رغم التنازلات التي قامت بها الحكومة. إذا يعني أي حديث عن مفاوضات أو حلول سلمية هي مجرد مضيعة للوقت. كيف ترى هذا الأمر؟
الحقيقة أن الحوثي هو يعني نسخة من حزب الله، لا يوجد مشروع سياسي وطني لهم. الحرب والقتال هي القضية الأساسية والرئيسية لهم، هذا مشروعهم القتل والحرب. لكن وهم مستقوين، وهناك رعاية إقليمية بل غطاء دولي ومن الفاعلين الكبار لأن يبقى الحوثي كما هو عليه الآن في اليمن، مثل وضع حزب الله في لبنان، لأنه هذا يغذي ويساعد على وجود ثنائية طائفية في المنطقة العربية، بمعنى لا يراد أن يكون الصراع في اليمن بين انقلابيين وبين شرعية سياسية توافقية، بقدر ما هو قائم على أساس هذه الثنائية ما دون الدولة الوطنية. نعم. فهم مستقوين بهذا وبهذه وتحت هذه المظلة أو الرعاية الخارجية. بالمعادل في الشرعية للأسف في حالة تآكل بسبب فساد وتآكل في إطار الحكومة، مؤسسة الحكومة والرئاسة، هذين المؤسستين التي لن تعمل على حماية حالة التوافق السياسي، وهذه هي المسألة الرئيسية اللي أيضا تقوي من الحالة الحوثية. المسألة ليست في الجانب العسكري، المسألة أيضا في ضعف جبهة الشرعية وعدم عملها على حماية حالة توافق وطني، عدم تمثلها في كل القرارات التي تتخذها والتعيينات لروح ثورة فبراير ولمخرجات الحوار ولقواعد الحكم الرشيد في التعيين بالوظائف والقرارات. هذا الحال، هذا الضعف والقصور والاختلال الكبير في جبهة الشرعية أنتج حالة كمتأملين أو كباحثين أن كما لو أنهم يعني يختلفوا مع بعض ولكن لا يختلفوا عن بعض. لكن نعم، هذا الضعف أستاذ باسم يعني من أين أتى؟ هل يعني المؤشرات التي يعني نتابعها تقول بأن يتم إضعاف الحكومة الشرعية من قبل التحالف، وخاصة في الأراضي التي حررت لا يتم تسليم الأراضي فعليا لها، ولا القرار ولا أي شيء يمكنها من حكم هذه المناطق، فلما يحدث ذلك؟ لما يراد؟ أنا أشرت أن هناك فساد في إطار مؤسسة الحكومة والرئاسة مع الضغط من الراعي الإقليمي اللي أيضا قراره مخطوف خارجيا. كل هذا إلى جانب ما أنتجته الحرب من تآكل وموات للسياسة والتنظيمات والأحزاب والعمل السلمي وروح التغيير العامة، كل هذه تضافرت، والحرب وانقلاب الحوثي الجذر الأساسي لهذه المسألة أدى إلى حالة عدم قدرة تمييز الناس في فيما يحدث بالمشهد اليمني. ولذلك حين نتحدث عن أهمية استعادة السلطات القانونية والشرعية، علينا أن نعيد بناء الشرعية التوافقية، وهناك مؤسسة مهمة مغيبة حتى في الخطاب السياسي للأسف لعدد من قيادات الأحزاب، والتمثل بالهيئة هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذه الهيئة اللي كانت مفترض تكون بمثابة برلمان للشرعية، تعمل على إصلاح ومراقبة وصناعة التوافق السياسي، وتراقب قرارات وأداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة. هذه المؤسسة غيبت، قرار الأحزاب السياسية مغيبة من صناعة القرار في إطار الشرعية، لن توجد نماذج في إطار المحافظات المحررة في إطار المناطق المحررة تقدم فعلا نموذج للدولة. العمل على هذا الأمر مغيب. أيضا رواتب الموظفين والتي تعني بالأساس هي الشرعية، هي استعادة مؤسسات الدولة، تعني استعادة حياة الناس، يعني التخفيف من حالة المجاعة الموجودة،
هذا التغيير كله والإهمال لملف كهذا يجعل الوضع يذهب في اليمن باتجاه سيطرة الحوثيين على شمال الشمال، حالة سلفنا في مناطق في الجنوب، شرعيات مختلفة في إطار الشمال. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ باسم أن ينضم معنا الأستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، ولكن أيضا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وضيفك الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. بداية، هناك غضب واسع على تصريحات وزير الإعلام عمر الإرياني لنظرته أن الحل يكمن في المفاوضات مع الحوثيين، يعني كل هذا الحديث عن حلول عسكرية وبداية تحرير لصنعاء والتصريحات من قادة الجيش ومن نائب الرئيس ومن الرئيس، هذه أيضا تناقضت اليوم بحديث السيد وزير الإعلام، ما تعليقك؟ أولا، تم اجتزاء التصريحات وزير الإعلام، هو تحدث بشقين، تحدث عن الجانب الإنساني وأن الحكومة اليمنية والدولة اليمنية هي مسؤولية تاريخية أمام الشعب، أمام المواطنين، أمام المجتمع الدولي، بأنه إذا كان هناك طريق إلى الوصول إلى العاصمة صنعاء بالطرق السلمية فنحن نرحب والجميع يرحب، وهذا بالفعل ما كان. نعم، لا اسمح لي أستاذ مختار، يعني نعم أقف معك، يعني أنا تابعت الحلقة كاملا، أقف فقط عند النقطة حين تحدث وقال، أقول بكل صراحة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن لدخول صنعاء، وأن ما يحدث من تصريحات هي مجرد أخذ نقاط أو يعني للضغط على الحوثيين في المفاوضات أو للحصول على يعني أرض كافية للضغط على الحوثيين للدخول على للمفاوضات، هذا ما تحدث به. علقني على هذه النقطة. نعم، هذا ما تحدث به في جزء، والجزء الآخر أيضا وضح النقطة الأخرى. بالنسبة لهذا الجزء الذي تحدثت به أن القرار لم يتم اتخاذه للدخول إلى العاصمة صنعاء، البعض يفسر هذا الكلام أنه بالفعل هل التحالف العربي الذي يحتوي على دول عدة ويحتوي على ترسانة أسلحة وطائرات وكذلك القوات اليمنية المتواجدة في مارب وهي بالآلاف، بل وصلت إلى مئات الآلاف، هل هذه القوات يعني لم تستطع الدخول إلى العاصمة صنعاء؟ أن هناك قرار لم يتم اتخاذه وأن هناك قوة دولية منعت الدخول إلى العاصمة صنعاء، وهذا تحدث به حتى الناطق الرسمي للقوات المسلحة وتحدث به اللواء محسن خصروف، تحدث أن الولايات المتحدة تقف عائق أمام اتخاذ قرار الدخول إلى العاصمة صنعاء. إذن فسر لي أستاذ مختار، أنا لا يعني لا أريد أن يعني أناقش فقط هذه الفكرة، أنا يعني أستغرب وأستغرب الكثيرون مدى التناقض الذي يحدث، يعني وزير الإعلام يتحدث أنه ولا مرة اتخذ قرار دخول صنعاء، بينما الرئيس هادي خاصة بعد أحداث الرابع من ديسمبر وأيضا نائب رئيس الجمهورية وكثير من قادة الجيش يتحدثون في كل مناسبة أنه قادمون يا صنعاء، اقتحام صنعاء، الدخول إلى صنعاء، يعني فقط لبث الرعب داخل السكان الآمنين الذين ينتظروا متى ستقتحم صنعاء، وأيضا التضحية بالكثير من الشباب الذين يعني يجرفون في المعارك التي في أسوار صنعاء. تحدث وزير الإعلام أننا نود فقط الإحاطة بصنعاء ومحاصرة صنعاء، هذا ما تحدث به، يعني ألا يوجد تناقض كبير بين ما يحدث وبين ما يصرح به من قبل رئاسة الجمهورية ونائبها وأيضا قادة الجيش؟
اولا بالنسبه لي ان يعني الرد على كل هذه الاسئله كان المفترض ان يتحدث به وزير الاعلام ويتحدث عن لو كان يقبل بالظهور معنا لاستضفناه، ولكنه يعني انا حتى استغربت ظهوره في هذه المقابله. يعني هذا ما هو قام بالزياره الى لندن والتقى كثير من القنوات و يعني كانت له عده لقاءات. والله يا استاذ مختار نحن حاولنا اكثر من مره وكان جوابه بكل وضوح انا استحي ان اظهر لا استطيع التحدث، وتفاجات بلباقته وبحديثه في مقابلته بالبي بي سي، وحتى اننا صحت في الشباب قلت لدينا وزير اعلام يستطيع ان يتحدث لا باس. يعني بالعكس وزير الاعلام يتحدث وكانت لقاءات الحمد لله الله يفتح لسانه. يعني احنا مش نعم والتقى بكثير من الصحفيين والصحف المرموقة. إذن عن طريقك أستاذ مختار نوجه له دعوة للظهور معنا للحديث عن كثير من النقاط، أو لأننا قناة محلية كالعادة يعني لا يود المسؤولون الظهور معنا. لا بالعكس، وأنا سأنقل هذه لمعالي الوزير، سأنقل هذه الدعوة الموجهة لمعالي الوزير. وطبعا المسؤولين كثير من المسؤولين يتحدثون لقناة بلقيس ونعتذر. كانوا يا أستاذ مختار. نعم ما على يعني ليست القضية يعني قضيتنا اليوم، ولكن أود منك أيضا أن توضح لنا، قلت أنه كان يجب أن يوضح هذه النقاط الأستاذ يعني معمر، ولكن أنا أيضا أود أن أسألك يعني للأمانة ما تحدث به وزير الإعلام هو الواقع، يعني هذا ما يحدث فعلا، هذا ما نراه. لا يوجد أي خطوة جدية في دخول صنعاء، ولا يوجد أي نية حقيقية لدخولها، فلما تتناقض التصريحات بهذا الشكل؟ لما يعني حتى كان لدينا الصحفي خليل المليكي والذي تحدث على العكس، أن نائب رئيس الجمهورية توجه اليوم بالتقدم وما إلى ذلك. يعني لما يتم التوجيه للجيوش بالتقدم ولكن لا يوجد النية الحقيقية للدخول الفعلي لصنعاء؟ هو كما قلت لك أن المجتمع الدولي كان لفترة سابقة يضغط على الدولة ويضغط على الشرعية وعلى التحالف العربي بأن لا يتم الدخول إلى العاصمة صنعاء، تحت يعني يتحدثون عن الدواعي الإنسانية وأن هناك 4 ملايين يمني يعيشون في العاصمة صنعاء، وأنها إذا تدمرت العاصمة صنعاء ستكون التكلفة باهظة، وهذا طبعا من منطلق إنساني نحن نراعيه والحكومة تراعي هذا الجانب، ولأن الحكومة ليست كميليشيا يهمها القتل ويهمها أن تبقى وأن تنتصر فقط كما تعمل الميليشيات. المسؤولية الدولة تتعامل بمسؤولية أمام التاريخ وأمام المواطن بالذات في هذه القضية. لكن إذن كنا نتمنى أن تتوافق هذه المسؤولية مع ما يتم التصريح به فعليا، يعني لما يصرح إذن للدخول بصنعاء وهناك مسؤولية تقع على عاتقهم. أختي آسيا، بالنسبة للوضع العسكري، الوضع العسكري هو قائم والجيش يقوم بدوره، وخلال الأسبوع الماضي فقط كانت هناك معارك شرسة في طرب اثنين وكذلك في صرواح، لأنهم جمعوا الميليشيات جمعت قوات كانت تعتبرها قوات الموت أو الكتائب الموت التي كانت تسميها، وجمعت أكبر عدد ممكن لكي يستردوا فرض اثنين، ولكن وقعت هناك معركة كبيرة والجيش الوطني قام بتقديم أروع وأنصع صور التضحية للدفاع عن اليمن والجمهورية. بالتالي نقول أن المسارين يعملان. أنا كنت موجود في جنيف 1 وجنيف 2 وكذلك الكويت 1 وكويت 2، كنا نأمل أن نصل مع الميليشيات بالفعل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن، وهذا يعتبر أقصر الطرق، ولكن طالما أن الميليشيات ما تزال متعنتة وأن الميليشيات لا تؤمن بالحل السياسي فسيكون الحل العسكري مطروح، حتى وإن تأخر الوقت وحتى وإن كانت التكلفة باهظة، لكن سيمضي. طالما أننا نريد أن نصل إلى العاصمة صنعاء سنصل سواء بالحل السياسي أو بالحل العسكري. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك أستاذ باسم. أستاذ باسم، يعني هناك أنباء عن مشاورات يتم إجراؤها في ألمانيا بين مختلف الأطراف، ربما كشف عنها أبو بكر القربي قبل أيام في أحد تصريحاته. هل تعتقد أن ما يتم طباخته برعاية أوروبية يعني قد يوصل إلى حل أو قد يجدي؟ في تقديري الشخصي وكما أسلفت، لا يوجد توجه جاد وحقيقي لوضع حد لدورات العنف والحرب في اليمن، وصناعة سلام يترتب عليه استعادة السلطات الوطنية الديمقراطية في اليمن وبنائها بشروط تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين.
وفيما يتعلق أيضا خارج هذه التفاوضات من حديث عن حسم عسكري هو مزيد من الاحتراب والمجاعة في اليمن، أيضا لن يكون هناك حسم. إذا برأيك أين سيكون الحل حتى لا أكون باسم؟ حتى لا أكون حتى لا أكون متشائم، أقول أن على اليمنيين أن يستطيع اليمنيين أن يساعد أنفسهم أولا، ويستطيعوا أن يتجاوزوا الانقلاب، ويستطيعوا أن يواصلوا ويراكموا نضالاتهم الشعبية والديمقراطية بطريقة 2011. نعم، يعني ربما أنا قرأت تعليقا ذات يوم، يعني أحدهم يقول يختلف تختلف أجندات كل الأطراف ولكنهم يتفقون على القضاء على ثورة 11 من فبراير، كل الدلائل تشير إلى ذلك. هذه تعتبر أسوأ ثورة مضادة ليس في اليمن بل في تاريخ الثورات على مستوى المنطقة العربية، لأن تدمر بشكل ممنهج الهويات الوطنية الجامعة. ثورات مضادة تعمل على إنعاش الهويات الفرعية المضادة لهذه الهويات الوطنية الجامعة، بدلا أن تكون هويات فرعية تشكل إغناء وإثراء للهويات الوطنية الجامعة. نعم أستاذ باسم، يعني هناك يعني حديث بأنه بعد رحيل صالح من حلف الانقلاب فعليا ربما زال الغطاء السياسي لأي مفاوضات قادمة مع الانقلابيين، أصبحوا فقط مجرد ميليشيا مسلحة لم يعد لديهم أي غطاء سياسي أو لم يمثلوا طرف سياسي. هل تتوقع يعني أن يكون هذا أحد الأسباب في عدم وجود أي مفاوضات مستقبلية؟ إزالة صالح من المشهد هو لإيجاد وضع طائفي نقي في اليمن، وأقصد نقي أنه يكون هناك ذات طابع شيعي في صراع مع جماعات سنية متشددة ومتطرفة، وهو ما نشهده من حالة سلفنة في بعض مناطق الجنوب. هذا ما يريد له، وهذه الثنائية ذات هذا الطابع الشيعي السني وهو وعي زائف لحقيقة الصراع خارج حقيقة الصراع بطابعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهناك مراكز بحثية أمريكية تحاول وتبذل جهود لأن تقرأ المشهد في المنطقة العربية وكما حصل سابقا في إفريقيا على هذا الأساس وعلى هذه الثنائية التي تصادر حقيقة الصراع القائم على أساس اجتماعي واقتصادي. نعم أستاذ باسم، يعني إذا يعني الوضع إذا ظل على ما هو عليه بهذا الشكل، ما هي مصلحة السعودية أن تبقى اليمن في مربع الفوضى، يعني تقويض لدور الحكومة وحضورها في المناطق المحررة، ألا يعزز بهذا الشكل موقف الحوثيين يعني لدى الشارع لدى الناس؟ سيجدون ربما يعني ما يحدث في عدن من احتلال الموانئ ومن سجون سرية وما إلى ذلك، وسيقولون يعني بأن الوضع عندنا ربما يعد يعني أمثل عما يحدث هناك. لو كان السعودية وبقية دول الخليج تعمل وفق معقولية سياسية وتمتلك قرار سياسي مستقل، كانت تستطيع أن تساعد اليمنيين وسيترتب على مساعدتهم هذه أن لا نذهب لهذه الحرب المفتوحة. لكن أعيد لك بسؤال، هل بلدان الخليج تمتلك قرار سياسي مستقل أم هناك مراكز دولية أخرى أو الدول الكبرى وتحديدا أمريكا هي من تفرض سياسات وأجندات باسم هذه الدول؟ أريد أن أقول لك تفصيل مهم. نعم. أمريكا لا تريد أن تكرر الحرب التي في أفغانستان، ولا تريد أن تكرر حرب العراق لأنه هذا كلفها ثمن باهظ وكلفها عداوات العرب والمسلمين. الرأسمالية تجدد حروبها، هذه المرة تدخل أمريكا أو الرأسمالية بشكل عام، السياسة الإمبريالية بشكل عام، حروب في إطار منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة ثورات الربيع العربي بأدوات عربية، وتتحول هي إلى راعي، وهي من ستجني من عدم استقرار هذه البلدان، وهي مستفيدة من إعاقة هذه البلدان من الاستفادة من ثرواتها
وبالاستمتاع باقتصادها. نعم، إذا يعني لكن أستاذ باسم، يعني إذا بهذا الشكل هل تتوقع يعني فعلا أن هناك إرادة لخارطة جديدة لشرق أوسط جديد كما يقال، يعني خاصة إذا ما تتبعنا مسألة يعني التوتر الذي تعيشه مناطق ما يعني نعم الدول هناك التي مشروع شهدت الربيع؟ هناك مشروع لشرق أوسط جديد يقوم على الثنائية الشيعية السنية، على صراعات أتينية طائفية، عزل المشرق عن المغرب، تحييد دور مصر اللي كان دور مركزي وفاعل وداعم لحركات التحرر الوطني، تقوية دور إسرائيل. هذه سياسات ثابتة بالسياسة الأمريكية سواء كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي الحاكم، ويتقاسم معه فرنسا وبريطانيا كل بحدود قوته وإمكانياته. نعم، هذه لكن السياسة يعني ثابتة. الربيع إذا العربي قبلت كان شكل الربيع العربي عفوا نعم. الربيع العربي كان شكل حالة إعاقة لهذه السياسة، لكن اليوم تستعاد وبشكل أسوأ وبشكل يعوق قدراتنا الثورية والوطنية والديمقراطية في استعادة بلداننا وحماية مواردها واقتصادها نعم. إذا وإستقلالها. قبلت الحكومات أستاذ باسم هذا الدور الهزيل، يعني أن تظل تابعة، أن يعني كتحييد دور مصر والقبول في بعض الدول بالحروب يعني على هذه الصراعات الأثينية التي تحدث، إذا ما قبلت هذه الحكومات هذا الدور المناط لها من قبل سياسة الدول الكبرى، هل تقبل الشعوب ذلك؟ يعني هل يمكن أن تظل مسيرة بهذا الشكل؟ ما الذي يعني لنعيش يومنا لنرى ماذا سيحدث لذلك في أنا الغد؟ أنا أنا أريد أن أقول أن هذا هو الوضع القائم، هو ما يخطط له، وعبر هذه الأدوات السياسية الهشة في هذه البلدان عبر هذه الحكومات، لكن أنا متفائل وأثق أن هذه الشعوب اللي ثارت وانتصرت لقرارها واستطاعت أن تسقط القوات والمكينات العسكرية لهذه الأنظمة المستبدة مثل ما استطاعت أن تسقطها بصدور عارية، تستطيع أيضا أن تعود مرة أخرى وبأدوات سلمية نضالية حقيقية أن تنتصر لمشروعها على هذه السياسات النيوليبرالية اللي المدمرة للبلدان العربية واقتصادها وغيرها. نعم، إذن نعم، إذا شكرا جزيلا لك باسم الحاج مدافع عن حقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. الشكر أيضا لضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ مختار الرحبي والأستاذ خليل المليكي، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.